السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي. اليوم غنقدم لكم طاجين ديال اللحم بالجلبانة، كيجي رائع. فما عليكم إلا تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير، واللي أول مرة يشوف القناة يدير اشتراك ويفعل الجرس ويدير اللايك فضلا وليس أمرا. فقط خليكم مع هذا الفيديو. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي. اليوم نقدم لكم كما قلت لكم من قبل، نقدم لكم طاجين ديال اللحم الغنمي مع الجلبانة، كيجي رائع ولذيذ. ان شاء الله ينجح لكم ان شاء الله. لا تبعتوا الطريقة ديالي والخطوات ديالي في طياب ديال هاد الطاجين. اول حاجة، اهم حاجة هي هذه، هو اللحم، لحم ديال الغنمي، من جهه ديال الاضلع كتجي زوينه في الطاجين. هاد الجهه ديال الاضلع هادي تقريبا هنا عندنا كيلو، ملعقه كبيره تاع زيت الزيتون. طبعا عندنا هنا الزيتون والحامض للتزيين، وعندنا هنايا طماطم سوريز للتزيين، وعندنا الجلبانة. هاد الجلبانة انا راه منقياها وغسلاها وحطها في الفريغو، راني خرجتها من الفريغو. عندنا هنايا جوج بصلات كبارات، وعندنا هنايا اربع فصوص ديال الثومه غادي نحكم ان شاء الله. البصله غنقطعها مشفره. بالنسبه للتوابل، هما التوابل اللي عندنا. عندنا ملعقه ديال السكينجبير، ملعقه ديال الفلفل الاسود، ملعقه ديال الكركم والملح حسب الذوق، وملعقه ديال بابريكا او الفلفل الاحمر تحميره، وعندنا العواد ديال القرفه ومربع ديال الزعفران. يمكن لكم ديروا الزعفران او ديروا مربع ديال الزعفران اللي بغيتوا، فهو اختياري. وعندنا الربيع ان شاء الله، الربيع راني قطعته وحطها في الفريغو. كنت فيما كنبغي كنخدم ملعقه ديال الربيع ان شاء الله. غندعو على بركه الله. نحيدو هادو باش نجيبو الطاجين ديالنا. هاهو الطاجين، الطاجين غادي ندير فيه اللحم. اللحم غادي ندير التوابل كامل، التوابل كاملين. غندير عليهم الثومة، نبداو ديما باللحم الاول باش يشرب لينا الليقانو. نديرو الزعفران، نديرو كاس تاع الماء، نديرو
قياس باش نحب نشرب هذه القرفه هذه. مثل ورد ديال القرفات هما يطلقوا يطلقوا الدنة يعني ما كملش كاس هنايا. كما كتشوفوا نغطيو هذا بيا باش يشرب اليقامه، ويشرب ان شاء الله غادي نلتقاو معكم باش نوريكم بقيه النصب. ما خلينا نترقدوا، ها هو كما كتشوفوا ها هو ترقد. غادي نضيف عليها الربيع، معلقه ديال الربيع قزبر، ونضيف عليها الزيت، نضيف عليها البصل. نضيف الزيت، مائدة زيت الزيتون تقريبا ملعقة صافي، ونشعل عليها العافية ان شاء الله. الطاجين ديالي على النار، بالنسبة للعافية راه العافية مجهدة، ودرت هذه كتحمي انا الطاجين ما يتحرقش ليا. العافيه في الاول كتكون مجهده، حتى كنشم الريحه عاد غنقصها تتولي هادئه جدا. دابا نخليوها تتقلى لينا مزيان. ها هو كما كتشوفوا، ها راني نشوف، ها هو كتقلى مزيان. غن نقص عليها العافيه، غادي نضيف ليه الجلبانه، غطيته بالجلبانه. ودابا غنزينو الطماطم سوريز، الزيتون، ونخليه يطيب على خاطر خاطرو في هاد الأثناء ندير شغل الدار كاملة. مين سالي الطاجين ديالي واجد صافي. غادي نسد عليه كما قلت لكم، غنخليه يطيب على المهل ديالو بشويه عليه على خاطرو، ثم نتلقى بكم يكون جاهز. واخيرا طاب الطاجين ديالنا، ها هو كيجي هكا، كيجي رائع الطاجين ديالنا. الطاجين ها هو طاب، كيتلابق، اللحم ها هو طاب مزيان، ها باقي الصوص ديال الغليان ديالو. هاهو غنقدمو هكاك مع البطبوط، البطبوط راه حطيتو كيسخن. كنتمنى يعجبكم هاد الوصفة ديال هاد اليوم، اللي هو طاجين باللحم ديال والجلبانة، كيجي رائع. كنتمنى انكم كلكم تحضروا معايا وتغداو معايا هاد النهار هذا. لأول مرة يشوف القناة يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. الفيديو القادم ان شاء الله. هاهو ما كنحتاجوش نضيفو ليه الماء لا والو، كيبقى هو كيعطي الماء ديالو، ومع البصلة والجلبانة جوج فيهم الماء. شوفوا معايا
خوتي خواتاتي ما تنساوش تدعموا القناه، واللي اول مره اللي ما شارك يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ودمتم سالمين في فيديو قادم ان شاء الله.